نحن اليوم تقريبا وصلنا الى نهاية جيل الالعاب الحالي. السنة القادمة رح نبدأ مع جيل الالعاب الجديد مع البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس الجديد. دعاية الاكس بوكس الجديد نزلت امس اللي هو اكس بوكس سيريز اكس. قريبا رح نشوف اعلان البلاي ستيشن 5 ونبدأ بسلاسل العاب جديدة جدا خرافية. فقلت قبل نشوف الاجهزة والالعاب الجديدة خلنا نشوف ونقدر افضل الالعاب اللي نزلت بالوقت الحالي او باخر عقدين من الزمان. فايه هذا اللي هنسويه بهالفيديو. بهالفيديو راح نشوف افضل واعلى 10 العاب تقييما في العالم. فيلا خلينا نبدا. قبل ابدا الفيديو بس حاب اذكر انه هذا الفيديو الثاني اللي عليه جيف اواي على كرت شاشه RTX 2080 سوبر من شركه زوتاك جيمنج. باستعمال هالكرت فينك تبني بي سي وتلعب عليه العاب باعلى الجرافيكس واعلى الفريمات. فاذا حابب تفوت بفرصه الفوز على الكرت كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في حسابك على الانستغرام تويتر فيسبوك او حتى ايميلك عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك وارسل لك البطاقه. وان شاء الله السحب راح يكون بنهايه الاسبوع هذا او بدايه الاسبوع القادم. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. بالمرتبة العاشرة لعبة The Last of Us بتقييم 95%. لعبة The Last of Us نزلت سنة 2013 حصرية على الجهاز البلاي ستيشن، وفعليا كانت أول لعبة تخليني أدمع أو أبكي عليها. يعني فعليا قصة اللعبة شيء جدا جبار. العلاقة بين شخصية إلي اللي خسرت أهلها وجو اللي خسر بنته، وكيف أنه يعني اعتبرها كبنته، والقصة جدا جدا جميلة بعالم مليء بالزومبي. مو بس القصة، الجيم بلاي حلو، الجرافيكس. اللعبة هي نزلت على نهايات البلاي ستيشن 3، وقالوا الشركة انه استعملوا اقوى امكانيات جهاز البلاي ستيشن 3 على وقتها، وفعليا كان جرافيك جدا رهيب بالنسبة للعبة على البلاي ستيشن 3. وبعدين عملوا لها ريماستر على البلاي ستيشن 4 واجت بجرافيك لسه احلى. فلعبة The Last of Us هي عاشر اعلى لعبة تقييما في التاريخ. بالمرتبة التاسعة لعبة Red Dead Redemption 1 من شركة روكستار، كمان تقييمها 95% بس اعلى بشوي من The Last of Us، بس الاثنين 95%. لعبة Red Dead Redemption 1 نزلت ب 2010 وكانت شيء جدا ضخم على وقتها. كان الكل متعود من شركه روكستار انها تنزل العاب جي تي اي، وبعدين لما الكل سمع انه شركه روكستار راح تسوي لعبه بس مو جي تي اي او حرامي السيارات، لا راح تسوي لعبه بالاولد ويست او بالغرب القديم بزمن الكوبويز والاحصنه وشي من الكلام، الكل تحمس لانه الكل متعود شركه روكستار العابها خرافيه. ولما نزلت ريد ديد ريدمشن 1 ما حدا احبط من اللعبه ابدا. لعبه مو بس والله كانت انه كوبوي واحصنه وهالحركات، لا، لعبه كانت جدا دقيقه، عالم جدا كبير، تفاصيل جدا خرافيه، كل شخصيه موجوده بالعالم لها قصتها الخاصه فيها، القصه جدا جميله. وتذكروا هالكلام كله ب 2010، ب 2010 ما كان فيها الالعاب اللي تسوي لك كل شيء بالتفاصيل نفس اليوم، فعلى وقتها كانت يعني اللعبه سابقه وقتها وكانت شيء جدا خرافي. بالمرتبه الثامنه لعبه ذا Elder سكرول Skyrim اللي نزلت سنه 2011 من استوديو باتيستا، واللعبه اخذت تقييم 96%. طبعا هاللعبه منتشر عليها ميم انه عملوا لها ريماستر ألف مرة. هاللعبة فعليا موجودة على أي جهاز تتخيله، على النينتندو سويتش، على البلاي ستيشن 3، على الاكس بوكس 360، على البلاي ستيشن 4، على الاكس بوكس 1. شركة تضل تعمل ريماستر للعبة لأنه يعرفوا أنه اللعبة جدا خرافية وما راح يعملوا مثلها بالمستقبل، وبدهم أكبر عدد الناس يلعبها أو بدهم يطلعوا فلوس. لعبة جدا خرافية فعليا. لعبة سكايرم وضعت بصمة بتاريخ الألعاب، يعني ما أتوقع خلال 20-30 سنة راح ننسى لعبة سكايرم. لعبة سكايرم من الألعاب اللي جدا ضخمة، اللي فينك تسوي فيها اي شيء بدك اياه، فينك تعيش حياة الساحر اللي قاتل تنانين جوا اللعبة يمديك، تبي تعيش حياة الشخص الشرير اللي بيذبح الناس فينك، تبي تعيش حياة الشخص الكويس واللي بيدافع عن القرى ويتحكم بالتنانين تقدر، كل شيء بمخيلتك فينك تدخل وتطلعه باللعبة. يعني لعبة سكايرم من الالعاب اللي لازم تنسى انك انت عايش بالحياة الواقعية، تاخد اجازة شهر من الجامعة من دراستك من شغلك وتقعد على لعبة سكايرم تعيش حياة انسان بالعصور الوسطى وفي تنانين وسحر وتنسى انك موجود بالعالم وتندمج جوا عالم اللعبة بشكل كامل. بالمرتبة السابعة لعبة ماس افكت 2 من تطوير استوديو بايوير والناشر اي اي، واللي نزلت سنة 2010. لعبة ماس افكت تقييمها 96% كمان بس اعلى من سكايرم من الناس اللي صوتوا لها، يعني بس الاثنين نفس التقييم. لعبة ماس افكت 2 الى يومنا الحالي الناس بيعتبروها افضل لعبة خيال علمي موجودة بتاريخ الالعاب الى الان. لعبة كانت جدا خرافية، كانت من اول الالعاب يلي ما تحسسك انك انت شخص
شخصية واحدة لازم تهتم فيها وهو البطل، لا، اللعبة تخليك تهتم بكل الشخصيات اللي موجودة بالقصة، وفعليا مع مرور الوقت عليك وانت قاعد تلعب اللعبة راح تهتم بكل الشخصيات الموجودين، وراح تتأكد انك تتخذ قرارات ما تضر فيهم، لانه اللعبة فيها قرارات معينة، فممكن تتخذ بعض قرارات الغلط تؤدي لموت شخص معين او دمار المركبة الفضائية اللي انت فيها. فلعبة Mass Effect 2 كانت شيء جدا رهيب، بصمة بعالم الالعاب، وللأسف انه العاب Mass Effect الجديدة جدا فاشلة. بالمرتبة السادسة لعبة باتمان Arkham City اللي نزلت سنة 2011 وكمان تقييمها 96%، بس اعلى شوي من لعبة Skyrim و Mass Effect 2. اللعبة من تطوير استوديو Rocksteady. طبعا لعبة باتمان Arkham City الناس عم يوصفوها انه هي اكتر لعبة راح تخليك فعليا تحس حالك باتمان او تعيش جو شخصية باتمان. مدينة اللعبة مدينة جوثم، مصممة بدقة جوا اللعبة، النظام الفايتنج جدا خرافي اللي هو انك تدخل بين مجموعة شخصيات وتستعمل اسلحة وتستعمل نظام فايتنج، كان جدا ممتع. قصة اللعبة كانت خرافية، من افضل قصص باتمان اللي ممكن تشوفها. تمثيل الشخصيات الشريرة والكويسة كان جدا مضبوط. وغير هيك في كثير اماكن باللعبة بتحتاج تستعمل فيها ذكائك لتعديها، في كثير الغاز ممتعة باللعبة. ففعليا الى الان الناس بيحكوا لعبة باتمان Arkham City هي افضل لعبة باتمان الى يومنا الحالي. بالمرتبة الخامسة لعبة سوبر ماريو اوديسي نزلت سنة 2017 من نينتندو بتقييم 97%. صراحة ما يمديني اتكلم كتير عن اللعبة لاني ما لعبتها وما عندي اي خبرة، بس على قول الناس اللي قرأتها اونلاين انه كانت من اكتر العاب سوبر ماريو الممتعة اللي جربوها بحياتهم. كانت اللعبة فيها تحديات، فيها كتير مراحل لازم تفكر خارج الصندوق لتعديها، فيها مهمات، فيها تحدي، فيها صعوبة نوعا ما. وبعض الناس عم يحكوا انه خلاص نينتندو صعبوا المهمة على حالهم، جدا صعب انه يعملوا جزء جديد لسوبر ماريو ويتفوق على هالجزء من كتر ما كان جدا مضبوط وجدا خرافي. بالمرتبة الرابعة عنا لعبة كمان من شركة نينتندو اللي هي The Legend of Zelda Breath of the Wild بتقييم 97% كمان، بس اعلى من سوبر ماريو. واللعبة نزلت 2017 وفازت بلعبة السنة ب 2017، عشان تعرفوا قديش اللعبة جدا رهيبة. طبعا هي كانت اول اجزاء زلدا اللي هي عالم مفتوح، فالكل كان متخوف لانه نازلة على جهاز النينتندو سويتش اللي ما هو جدا قوي، فكيف راح تكون؟ كانت خرافية، كانت من امتع الالعاب اللي نزلت على جهاز النينتندو سويتش. واصلا 90% من الناس اللي راح يشتروا جهاز النينتندو سويتش راح يشتروا عشان هاللعبة. فعليا عدد جدا كبير من الناس اشتروا جهاز كامل عشان يلعبوا لعبة زلدا بريث اوف ذا وايلد. بالمرتبة الثالثة عنا لعبة جي تي اي 5 او جراند ثيفت اوتو في نزلت سنة 2013 من استوديو روكستار بتقييم 97%. اللعبة نزلت سنة 2013 وحاليا راح نوصل 2020، ومن يومين الشركة اعلنوا انه راح ينزلوا تحديث جديد لجي تي اي اونلاين جدا ضخم، وملايين بيلعبوا جي تي اي اونلاين يوميا. يعني فعليا لعبة جي تي اي هي من الالعاب الوحيدة اللي بعد 7 أو 8 سنين من نزولها ولسه تلاقي ناس بيلعبوها بشكل يومي، ولما تطلع على اللعبة ما راح تحس انه لعبة قديمة، فعليا راح تحسها لعبة نازلة حاليا. فيعني شركة روكستار سوت شغل جدا رائع، ولو تفكروا فيها اي لعبة فيها اونلاين وطور قصة راح تلاقي تركيز الشركة على طور معين وساحبين على الطور الثاني. يعني مثلا لعبة The Last of Us تركيز على طور القصة ونوعا ما ساحبين على الأونلاين، أو لعبة نفس Call of Duty التركيز دائما على الأونلاين والقصة يعني مو ساحبين عليها، بس إنه قصة عادية تلعبها مرة وخلاص. إلا GTA طور القصة شيء جدا ضخم، شيء فينك تقضي فيه سنوات، حتى بعد ما تخلص القصة في كتير أشياء فينك تسويها من مهمات جانبية وأشياء جدا رهيبة. والقصة كانت جدا خرافية، إنه 3 شخصيات تتحكم بكل شخصية منهم، 3 قصص لكل شخصية، كان شيء جدا رائع. والاونلاين، الاونلاين كلام تاني. اونلاين لعبة جي تي اي في الى الان الناس بيعتبروه من امتع تجارب اونلاين اللي لعبوها بحياتهم. بدك فوضى وتدمير وكل شيء موجود، بدك تلعب سباقات وكذا موجود، بدك تلعب مهمات سرقة بنوك موجود، اي شيء بدك كيف انك تسويه باللعبة شيء جدا رائع. بالمرتبة الثانية عنا لعبة كمان من روكستار واللي هي Red Dead Redemption 2 بتقييم 97%. ادري اخر لعبتين او 3 العاب كلهم 97%، كلهم نفس التقييم، بس في شيء اعلى من شيء، بس كلهم نفس الدرجة 97%. فتتذكروا بالمرتبة التاسعة قلت لكم انه لعبة Red Dead Redemption 1 نزلت سنة 2010 وكانت لعبة سابقة وقتها ب 2010، ما كان في العاب نفس
مستوى من التفاصيل ابدا، فما بالكم انه نفس اللعبه ونفس الفريق بس مع تكنولوجيا متطوره اكثر. اعطونا لعبه Red Dead Redemption 2، كانت فعليا من اكثر الالعاب بالتاريخ اللي فيها تفاصيل خرافيه. لعبه فعليا تحس كل مليمتر موجود باللعبه عاملينه بدقه، ما في اي شيء حاطينه بدون يعني فائده. تبي تلعب القصه، القصه جدا خرافيه، جدا مؤثره، فعليا راح تعيش اجواء القصه، راح تعيش جو كوبوي بالغرب القديم وجدا تتاثر فيها. تبي تلعب بالعالم، تبي تمشي بالعالم، تطلع على جبال تشوف الغروب الشروق، وين ما تروح راح تلاقي حيوانات بكل اشكال، فينك تصيدهم تسلخهم بعدين تاخذ لحمهم، تقعد تحط نار تاكل لحمهم. تمشي بالعالم راح تلاقي ناس عم يطلبوا منك مساعده، ناس عشوائيين، فينك تلاقي اي واحد عشوائي يطلب منك مساعده، تقعد معاه نص ساعه ولا ساعه تحاول تساعده، فينك ناس يحاولوا يسرقوك، في كل شيء فعليا، فينك تعيش اي شيء بدك اياه بهاللعبه بتفاصيل جدا خرافيه، فتستاهل بجداره انه تكون ثاني اكثر لعبه تقييما في التاريخ. كنا بنينتندو ورحنا روكستار ورجعنا لنينتندو. المركز الاول باعلى لعبه تقييما بالعالم هي سوبر ماريو جالكسي 2 بتقييم 97%، بس هاي اللعبه هي الاعلى تقييما بين كل الالعاب اللي تقييمها 97%. فبكل صراحه ما عندي كلام اتكلم لانه ما لعبت هاللعبه كمان، بس حسب الكلام اللي شايفه انه اللعبه هي منزلينها من السماء، انه هي اكثر لعبه ممتعه بالتاريخ فوق كل الالعاب اللي نزلت قبلها او بعدها على حسب راي النقاد. فاي لعبة سوبر ماريو هي الاعلى تقييما في العالم. اي شباب، هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات. اولا في لعبة من الالعاب انت لعبها، اظن كلكم لعبتوا جي تي اي غير جي تي اي، وثانيا ابيكم تقترحوا علي فكرة توب 10 قادم، ولو واحد جاب فكرة حلوة راح احط تعليقك بالفيديو القادم. وبس كان معكم شاركيال شركة كيش كوميديات تاني ان شاء الله، مع السلامة.